ما تفسير سورة الضحى وما المناسبة يا فضيلة الشيخ لها؟ هذه السورة العظيمة فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فترة، فحزن صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، وأنزل الله عليه هذه السورة. أقسم سبحانه وتعالى بالضحى، وهو النهار أو أول النهار، والليل إذا سجى، لأن الليل والنهار من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء له شأن. وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي انقطع به الوحي أزاله من بيته صلى الله عليه وسلم، فعاوده جبريل عليه السلام وطمأنه الله بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. وفي قراءة: ما ودعك ربك، يعني تركك. ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما أبغضك، ولكن هذا له سبب. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. فما أعده الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من رفعة الشأن ومن الكرامة في الآخرة أعظم مما أعطاه في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر منة الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، لأن أباه مات وهو في حمل في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب. ثم عهد به إلى عمه أبي طالب فاعتنوا به عناية فائقة. ثم ما ودع ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما، يتيما يعني قد مات أبوك وأنت صغير، فآوى، قيض الله لك من يحميك ومن يربيك ومن يحافظ عليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، يعني لا تعرف الحق، كما قال الله سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضال بمعنى أنه لا يعرف الشريعة الموصلة إليه، وإنما كان يعبد الله على بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك ضالا فهداك الهداية التي هي معرفة الحق والعمل به، لأن الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه عامة لكل الخلق، كلهم دلهم الله وأرشدهم، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه هداية خاصة بالمؤمنين. ألم يجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا، يعني فقيرا، لأن أباه لم يترك له مالا. ألم يجدك ووجدك عائلا، يعني فقيرا فأغنى. ووجدك ضالا فهدى. فأما اليتيم فلا تقهر. وجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإكرام اليتيم والإحسان إليه، لأن اليتيم من الذين يجب على المسلمين، يجب على الرسول وعلى المسلمين من بعدها العناية بهم والرحمة بهم وعدم الإساءة إليهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل الذي يسأل عن العلم فلا تنهره، ترفق به وأجبه. وكذلك السائل الذي
يطلب شيئا من المال لفقره، فإما أن تعطيه إن تيسر ذلك، وإما أن تقول له كلاما طيبا، كلاما طيبا لا تزجره، بل طيب خاطره بالكلام اللين والكلام الطيب. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.